ماذا يفعل خازن جهنم مع أهل النار؟ ولماذا يطلبون منه هذا الأمر؟ لكل ملك من الملوك أمر موكل به من الله سبحانه وتعالى، ولكل منهم وظيفة، فمنهم الملك ملك الموت والوحي والعرش والنفخ في الصور، والملائكة الكتبة وملائكة الرزق وملائكة سؤال القبر وغيرهم الكثير من الملوك. أما خازن الجنة ووظيفته حراسة جميع أبواب الجنة وإدخال أهل الجنة لها، وخازن النار وهو الذي يقوم بتعذيب أهل النار. وخازن النار اسمه مالك، وتم ذكر اسمه في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. صدق الله العظيم. وهو ملك من الملائكة التي يأمرها الله بأن تقف أمام أبواب النار، وتم تسميته بخازن النار نظرا للعذاب الشديد وجحيم جهنم. فالنار هي الدار التي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجل معاقبة وتعذيب جميع الكفار والكافرين بالله وملائكته. وهناك قسمين من العباد هم الذين يدخلون النار. الأول هم العباد العاصين لله، وهم من يخرجون من النار بعد أن يقضوا التوقيت الخاص بعقوبتهم. أما النوع الثاني وهو المنافقين الكافرين، الذي تعد النار مكان أبدي لهم، ويظلون فيها ولن يخرجون منها على الإطلاق. وقد اتصف الكثير من الصفات التي من بينها أنه لا يضحك مطلقا ولا يبتسم. وقال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا، فلم يلقاني ملك الموت إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به، حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا بمثل ما دعوا به، إلا أنه لم يضحك، ولم أر منه من البشر مثل ما رأيت من غيره. فقلت لجبريل: يا جبريل، من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك إلي، ولم أر منه من البشر مثل الذي رأيته منهم؟ قال: فقال لي جبريل: أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك، أو كان ضحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك، ولكنه لا يضحك، هذا مالك خازن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت لجبريل: وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم، مطاع ثم أمين، صورة التكوير، ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال: بلى يا مالك، أري محمد النار. قال: فكشف عنها غطاؤها ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى. قال: فقلت لجبريل: يا جبريل، مرة فليردها إلى مكانها. قال: فأمره. فقال لها: أخبي. فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه، فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل، حتى إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاؤها. وبعد أن يزج الكافرين والعاصيين في النار، سيتجهون بعد ذلك إلى مالك وهو رئيس الخزنة، حيث يدعونه كي يقبضهم الله. وهذا ما ورد في القرآن الكريم، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأجابهم مالك كما جاء في الآية الكريمة، قال تعالى: قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. صدق الله العظيم. وعندما يتقابلون أهل النار مع المستكبرين، قال الضعفاء:
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. صدق الله العظيم. خلق الله عز وجل لمالك حارس النار أعوانا، وقيل عنهم في القرآن في قوله عليها 19. فمن الأرجح أن أعوان مالك خازن النار عددهم أكثر من ذلك، وذلك لأن هذه الآية كانت مرتبطة بذكر سقر، وهو باب من أبواب جهنم، حيث قال رسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ أي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وملائكة النار معروفون بالغلاظ الشداد، وهذا ما وصفه الله تعالى عن ملائكة النار، حيث قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. كما يستغيث من هم بالنار بملائكة جهنم، وهذا في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صدق الله العظيم. وهذا يدل على أن عدد ملائكة النار هم 19، ولكن لم يذكر أسماء لهم إلا مالك خازن النار، وإنما ذكر وصفهم وقوتهم الكبيرة. ولكن مالك هو خازن جهنم، وهو كبير الخزنة ورئيسهم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وبدأه مالك بالسلام. أخرجه مسلم من حديث أنس، ورواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، وهو كريه المرأة أي كريه المنظر، كأكره ما أنت راء من الرجال. وقال الله تعالى فليدع نادية سندع الزبانية. وقال أبو هريرة الزبانية الملائكة. وقال عطاء هم الملائكة الغلاظ الشداد. وقال مقاتل هم خزنة جهنم. وقال تعالى أن هؤلاء الملائكة رؤوسهم موجودة في السماء وأرجلهم في الأرض، ويمسكون في أيديهم مقامع من حديد، فإذ حاول أحد الهرب من النار أعادوه فيها. ويبلغ عدد خزنة جهنم 19 خازنا. قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سورة المدثر. ورئيسهم مالك، ويتصف بأنه قاطب وعابس فلا يضحك أبدا. ورآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. وطبقات جهنم، يأتي أولها جهنم. تعد جهنم أخف طبقات النار عذابا، وسميت بهذا الاسم لأن الناس فيها يجبون في وجوههم، فتأكل النار لحم وجوه الرجال والنساء أيضا، وهي للعصاة الموحدين الذين ماتوا ولم يتوبوا إلى الله تعالى، وهؤلاء يخرجون منها فيما بعد. أما الطبقة الثانية هي لظى، لظى تأكل النار الأيدي والأرجل، وسيعذب فيها الجن والشياطين والمجوس وكل من كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الطبقة الثالثة هي سقر، وسقر هي الطبقة الثالثة، وفيها تأكل النار اللحم وتترك العظم، ويعذب فيها تارك الصلاة والصابئون. أما الطبقة الرابعة هي الحطمة، وهي تحطم العظام في الحطمة وتحرق الأفئدة، وسيعذب فيها اليهود وكل هماز لماز يكنز أمواله ولا يتصدق، ويستهين بأعراض الناس ويستهين بأعراض الناس. أما الطبقة الخامسة هي الجحيم، وفيها جمر عظيم، فالجمرة الواحدة فيها أعظم من الدنيا، وسيعذب فيها المشركون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.